الأزهر والاشتباكات وأعمال العنف الآن في الحرم الجامعي في مشهد متكرر وليس جديد. ولكن محمد أبو عيطة مراسلنا واضح أنه عنده معلومات مختلفة هذه المرة. محمد، إيه اللي بيحصل بالضبط داخل جامعة الأزهر؟ ما يحدث منذ الساعة 10 صباحا هو انه في المئات من الطلاب من اعضاء تنظيم الاخوان المسلمين وانصار الرئيس المعزول محمد مرسي بيطوفوا في مسيرات يعني بتجوب الحرم الجامعي وبتقف وبتهتف امام الكثير من الكليات بسقوط ما يسمونه بالانقلاب العسكري، وقاموا ايضا بالوقوف نحو نصف ساعة امام مبنى الادارة وقاموا بالهتاف. طيب هتوقف معاك يا محمد للمشهد من أمام مبنى الإدارة في جامعة الأزهر وما يحدث تحديدا أمام هذا المبنى للمرة الثانية، ونشوف توديع المصريين الآن من أمام مسجد الحسين وجنازة الشاعر أحمد فؤاد نجم بعد صلاة الظهر من مسجد الحسين. يعني هنتواصل مع الصورة مرة تانية على الهواء مباشرة من أمام المسجد. كانت معانا من دقايق لحد ما ترجع لنا الصورة تاني. خلينا نرجع لمحمد أبو عيطة، وآخر كلمة قلتها إنه في اتجاه للمبنى الإداري في جامعة الأزهر. صحيح أستاذ ريهام، هم يعني قاموا بالهتاف أمام قاموا بالوقوف في وقفة احتجاجية يعني استمرت طويلا أمام المبنى الإداري، وقاموا يعني كتابة الكثير من الشعارات على واجهة المبنى الذي تم ترميمه منذ أسابيع قليلة، ومن ثم اتجهوا بعدها إلى يعني وحاولوا الخروج خارج حرم الجامعة وحاولوا الاتجاه إلى طريق النصر، وعندها قام يعني الأمن الخاص بالجامعة بإغلاق الأبواب جميعها، ومن ثم لم يعني يتمكنوا من الخروج، لكنهم يعني بقوا واقفين أمام هذا الباب الرئيسي، وقام بعضهم برشق قوات الأمن عبر هذا الباب بالحجارة، ومن ثم قوات الأمن التي بتبقي على استعدادها في خارج الحرم الجامعي وأمام المبنى الرئيسي أمام الباب الرئيسي بتبقي على استعدادها، قامت بعمل استنفار لقواتها لكنها لم تتدخل حتى الآن، ولم تطلق أي قنابل مسيلة للدموع أو لم تتعامل بأي شكل. وبعدها قام يعني بعض عندما قامت قوات الأمن بالانتشار أمام المبنى يعني تحسبا لحدوث أي تطورات، يعني تراجع الطلاب فجأة إلى داخل الحرم الجامعي، وتراجع الكثير منهم إلى أمام مبنى الإدارة بالجامعة مرة أخرى. يعني هم الملاحظ على الأداء اليوم للتظاهرات بأنهم بيتبعوا تكتيكات جديدة في توجيه المسيرات. زي إيه يعني؟ يعني هم بيقوموا في بعض الأوقات بالنداء بأسماء معينة، مثلا يعني أسماء أشخاص معينين، مثلا كان يقال عوض، وبعدها يتم الاتجاه مثلا إلى اليمين، ثم يقال اسم آخر، ويكون هذا علامة على أو دليل أو إرشاد لأعضاء المسيرة بالتوجه إلى اليسار، ذلك لأنهم يبقون تحركاتهم ويحيطونها بالكثير من السرية ولا يعلنون عنها، لكنهم كانوا قد أعلنوا بالأمس بأنهم سيتوجهوا اليوم إلى رابعة، وأعلنوا عن اعتزامهم يعني تكوين مسيرة ضخمة من الطلاب في داخل الجامعة والانضمام إلى مسيرة أخرى، ومن ثم الانتقال في مسيرة واحدة إلى رابعة العدوية. باقي الطلاب بيتصرفوا ازاي يا محمد مع المسيرات والتحركات دي داخل الجامعة؟ يعني هناك من الطلاب الكثيرين من يكتفوا بالمشاهدة، وهناك أيضا في بعض الأوقات من يبادلهم ويرفع علامة النصر عندما يعني يجد هؤلاء الطلاب يرفعوا إشارة رابعة بأيديهم، يرفعوا لهم إشارة النصر ويقوموا بالهتاف باسم الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وفي بعض الأوقات بتحدث مشادات كلامية بينهم. توفرت عندك أي معلومات يا محمد أنه في أساتذة في الجامعة بيشتركوا في هذه المسيرات، ولا من الواضح أنه كلهم طلبة؟ يعني الغالبية العظمى منهم طلاب، يعني ربما يتواجد بعض يعني الطلاب من مثلا الذين يقومون بتسجيل الماجستير أو من يقوم بأداء أي أعمال أو يعني من يرغب بالحصول على أي شهادات بعد الجامعية، لكن ليس هناك من الأساتذة الجامعيين أو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من شارك في هذه المسيرات اليوم. هل خرج أي تحذير من المسؤولين في جامعة الأزهر تجاه هذه المسيرات والهتافات اللي وصفتها بأنها بتأخذ شكل المخطط المرة دي؟
يعني انا تواصلت منذ قليل مع يعني اداره الجامعه وتحديدا قسم العلاقات العامه، وهم يعني من الواضح انهم كانوا يتوقعوا مثل هذه المظاهرات وكان لديهم علم بانهم سيحاولون الخروج، وهم يعني اخبروني بانني مسؤول عن امني الشخصي داخل الجامعه، ولكنهم يعني عندما اقترب الاخوان المسلمين والطلاب من يعني مبنى الجامعه يعني كان ردهم هو انهم كانوا قاموا باغلاق المبنى كاملا وقاموا بالتحصن داخله، ولم يعني يحاول اي منهم ان يخرج الى الطلاب او ان يعني يتواصل معهم باي شكل. يعني الاحتياطات اللي موجوده قدامك نتيجه التحسب لهذا الموقف ولهذه المسيرات والتحركات كلها اختصرت في اغلاق المبنى. صحيح، يعني هم اعضاء هيئه التدريس ومبنى الاداره يقوم بالتحصن داخل الجامعه، ويعني هم من الواضح ان اداره الجامعه كانت تعلم هذا، ويعني هذا بيدل بهذا يعني اليوم نرى هذا جليا، يعني احتمالات وجود عنف في المتظاهرات اليوم يعني تعتبر احتمالات موجوده وبقوه. قلت في سياق كلامك يا محمد انه في محاولة للخروج عن الجامعة وقطع الطريق، وبالتالي ده ممكن انه يأثر على الحركة المرورية والمشهد بالكامل في الشارع. صحيح استاذ ريهام، يعني في جديد في الشارع قدام الجامعة؟ لا، هم الحقيقة ان هم بعد ما شافوا ان قوات الامن قامت باستنفار قواتها وقامت بالانتشار امام المبنى الرئيسي للجامعة وامام طريق النصر، قاموا بالتنادي على بعضهم ببعض العبارات ايضا، حتى يعني رجعوا جميعهم الان الى داخل الحرم الجامعي، ولم يخرج منهم سوى يعني بعض الافراد كانوا يقومون فقط بمراقبه او يعني ملاحظه او محاوله ملاحظه عدد القوات التي بتتواجد خارج الجامعه ومستوى التشكيل نوعا ما، ولكنهم في الاغلب هم جميعهم الان داخل الجامعه، وهناك الكثير منهم امام المبنى الاداري الان. المشهد معانا دلوقتي على الهواء امام جامعه الازهر، وبيأكد الكلام اللي بتقوله، الحاله المروريه واضح انها في سيوله، واضح انه ما فيش اي مسيرات خارج جامعه الازهر او اي محاولات لقطع الطريق، حتى الناس اللي موجوده في الشارع يعني المشهد الطبيعي لها، ما فيش اي ازدحام امام جامعه الازهر على الاقل زي ما شفنا في المرات السابقه، وبالتالي الأمور بتسير في المجرى الطبيعي لها. ولكن ما يحدث الآن داخل الحرم الجامعي يا محمد، يعني هل حالة الترقب فقط من قبل المسيرات ولا في أي شيء آخر لاحظته؟ يعني لا يوجد بخلاف المسيرات في داخل الحرم الجامعي شيء يمكن ملاحظته اليوم، لذلك لأن الأعداد المشاركة في هذه التظاهرات بتعتبر كبيرة يعني بالقياس بالأيام السابقة، يعني هم يقدر عددهم اليوم بالمئات، والجميع يعني بيلفت نظره هذه المسيرات والدقيقة الذي بتحدثه بدق طبول وإطلاق الزمامير والصفافير والشعارات التي يرددونها، لكنها الآن يعني أنا أرى أنهم الآن في هذه اللحظة بيقوموا نوعا ما بتشهد الجامعة بعض الهدوء منذ حوالي 10 دقائق وبعد أن وصلوا إلى المبنى الإداري. لا أعلم ماذا ينوون الآن، ولكن يعني ربما سأوفيكي في خدمات لاحقة بآخر التطورات أيضا في هذه. ما حصلش أي تطول على المبنى الإداري؟ لا، لم يحدث. يعني أنا ذكرت أنه قوات الأمن الخاصة بالإدارة الخاصة بإدارة المبنى قامت بإغلاق الأبواب وبتحمي كافة المتعلقات للمبنى وكافة الأعضاء وكافة الموظفين في داخل المبنى، وهم يكون هذه الأبواب مغلقة ولا يفتحونها لأي أحد الآن. أنا بشكرك محمد أبو عيطة على هذه المعلومات من داخل جامعة الأزهر.